هذا المشروع مشروع ريادي، يعني أولا إحنا بنحكي بشهر المنتج الوطني، عيد المنتج الوطني، يوم المنتج هو 1/11، إحنا لسه مستمرين فيه من خلال فعاليات عديدة. أنا اليوم كنت في بيت لحم كمان وعملنا بازار للمنتج الوطني للسيدات اللي بيشتغلوا من البيوت، لكن الفكرة اللي هون فكرة يعني مبتكرة، تفكير خارج الصندوق، يمكن أول معرض لإنتاج العسل الموجود عندنا بالشكل هاي والترتيب هاي وبالتعبئة اللي موجودة فيه وبالهدايا اللي موجودة فيه. أعتقد أنه واجبنا أن ندعمه، وهذا السبب اللي أنا ووزير الزراعة موجودين هون، دعم للشركات الناشئة، الشركات الصغيرة وللناس أصحاب الأفكار والإبداع، وبعتقد هذا مبدع. يعني في الاقتصاد الزراعي وفلسطين استطاعت يعني خلال الخمس سنوات الأخيرة أن يعني تقطع شوطا طويلا. العام يعني آخر إحصائية كانت للعام الحالي هي إنتاج ما يصل إلى 1100 طن، وهذا تطور يعني ملحوظ كبير، ولدينا ما يصل تقريبا بين 85 إلى 90 ألف خلية نحل، وهناك يعني قطاع واسع من العاملين في هذا المجال. لذلك فلسطين اليوم لا تحتاج يعني أي جرام من العسل من خارج الأسواق الفلسطينية، ولذلك نحن في وزارة الزراعة نحظر ولا نعطي أي تصاريح بإدخال أي أنواع من العسل من يعني خارج السوق الفلسطيني. لذلك نقول أنه يعني هذه واحدة من السلع التي استطعنا بالفعل أن ننفك فيها سواء عن السوق الإسرائيلي أو عن الأسواق الخارجية. إحنا الحمد لله رب العالمين إلنا في السوق تقريبا 18 سنة 18-20 سنة بنوزع في الضفة كلها، برضو بنصدر لبرا مثل الإمارات مثل الكويت، باخدوا منا الحمد لله منتجاتنا وطنية 100%. نتعامل عندنا مناحل، نتعامل برضو مع مزارعين فلسطينيين كثير عندهم مناحل، بندعم برضو الفلاحين اللي عندهم مثلا مزارع صغيرة بنتج مثلا 200-300 كيلو عسل بناخذ منه. نتميز برضو الحمد لله رب العالمين في شغلات كثيرة مثل العكبر أو البروبلس، حبوب اللقاح، غذاء الملكات، هاي كلها برضو منتجات بننتجها من عندنا.